النهارده يا شباب ان شاء الله هنكمل الدرس بتاع الصوره الاسيه. احنا خدنا المره اللي فاتت الصوره الاسيه، ركزوا معايا سريعا كده هنتذكر وبعدين هنخش نتذكر، بس مش هنشرح كده سريعا، نتذكر اللي خدناه المره اللي فاتت. قلنا الصوره الاسيه انك انت تحاول يجيب لك رقم يحوله لصوره اسيه، اسمها الصوره الاسيه، يعني الصوره الاسيه ان الراجل هيقول لك اهو هيجيب لك رقم حول الاعداد الاتيه الى صوره اسيه، يجي يقول لك كده. يعني ايه؟ يجيب لك الراجل رقم، خلاص رقم فيه صفار كتير، قلنا فيه صفار كتير مش بتعرف تنطقه، يعني هو الموضوع ده عاملينه عشان في الكمبيوتر في احجام وصلنا لها وصلت لتريليون وحاجات من دي، فارقام يعني كبيره قوي في الكمبيوتر وفي الحياة عامة، بس في الكمبيوتر أكتر حاجة وهي والفضاء والحاجات دي، فبتعرفش تنطق رقم كبير بيبقى فيه صفار كتير. فعملوا إيه؟ قال لك نحوله حاجة اسمها الصورة الأسية، يعني لو جالك رقم، قلت المرة اللي فاتت أهو، لو جالك رقم كده بدون بقى شرح الأسباب، الأسباب كانت موجودة في الفيديو اللي فات، أنا هشرح بناء حتى على الإيه اللي موجود عندكم حتى في الإيه في الكتاب أو كده. الأسباب الفيديو اللي فات شوفوا هتعرف ليه عملوا الموضوع ده. يجي يقول لك رقم زي ده، يجي الراجل يقول لك رقم زي ده، شايفينه كده، يقول لك حول الرقم ده الى الصوره الاسيه. طيب الراجل انا اعمل ايه؟ خلاص انا اعمل ايه؟ تمام، قلت المره اللي فاتت لو لقيت كده بكل بساطه تحوله الصوره الاسيه، يعني تاخد الرقم اللي بدون اصفار، تاخد الرقم اللي بدون اصفار، الرقم اللي موجود بدون الاصفار، وتحذف الاصفار، الاصفار دي تحذفها، تحذفها. يعني اقول مثلا 23 احذف دول واقول في 10، في 10 دي ثابته، في 10 دي ثابته، يعني تاخد الرقم بدون الاصفار تضرب في 10، قص عدد الاصفار اللي انت حذفتها، في كام صفر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، قص 8. طبعا ايه السبب؟ في الفيديو اللي فات انا بنراجع، بس انت في الاختبار هتحل كده مش هتقول له السبب بالنسبه لك، لكن لو عايز تعرف الفيديو اللي فات قلنا فيه، بس قلنا دي طريقه الحل. لو جالك قال لي حول الصوره الاسيه، الرقم ده بيتحول الصوره الاسيه كده، واحد يقول لي لازم يكون في اصفار، لازم يكون في اصفار، لازم يكون في اصفار، احنا شرحنا ليه السبب اصلا ان هو لازم يكون في اصفار. فمثلا الرقم زي ده في اصفار زي ده، قال لك حوله الصوره الاسيه زي ما هو طالب، تعمل ايه؟ تاخد الرقم وتحذف الاصفار، تاخد الرقم ده وتحذف الاصفار، 2 7 3 في 10 في 10، خلاص قص عدد الاصفار، في كام صفر اللي انت حذفتهم، يعني عدد الاصفار اللي انت حذفتها، 1 2 3 4 5، انا حذفت 5 يبقى قص 5. تاني مساله كمان عشان الناس تتذكر، عشان درس النهارده مربوط شويه لان هو نفس الموضوع بس حاجه حاله تانيه، موضوع تاني، شيء تاني. جالك كده ان شاء الله لو رقم ايه وصفرين او ثلاثه مش هتفرق، جالك كده تعمل ايه؟ تعمل اللي انا بقول لك عليه، تاخد الرقم بدون الاصفار، 2 4 5 3 في 10 في 10، قص عدد الاصفار اللي انت حذفتها، كم صفر؟ 1 2 3، قص 3. هي دي الصوره الاسيه، هو عايزك كده، عايزك الرقم ده تحوله الصوره الاسيه، يعني تعمل كده، ده معناه ان حول الرقم الصوره الاسيه، عايزك كده، الرقم ده شكله ايه في الصوره؟ هو ده. طيب الدرس بتاع النهارده العكس، يعني ايه العكس؟ برضو العكس، في ارقام في الكمبيوتر والحاجات دي فيها ارقام، رقم عشري كبير، يعني ايه رقم عشري؟ رقم بعد العلامه العشريه، شرحناها في الارقام المعنويه والحاجات دي، يعني رقم زي كده، رقم زي ده كده، على اقول رقم زي ده كده، يجي يقول لك مثلا 2 3 1 كده، ايه ده؟ رقم بعديه رقم عشري، عشري يعني بعد العلامة العشرية، بعد بعد النقطة دي. الرقم ده برضو بيبقى نطقه صعب شوية، فبنبقى ساعات عايزين نحوله إلى الصورة الأسية. إيه ده؟ حوله الصورة الأسية إزاي تحويله وجات منين؟ سيبه جات منين دي بعدين، لأن ده حوار. خلينا بس إيه، أنا أقول كسر ونقلب الكسر وحاجات كده فظيعة كده، بس خد مني دلوقتي بس الإيه؟ الحل، يعني الحل. تمام، لو جه قال لك كده الرقم ده حوله الصوره الاسيه، واحد يقول لي ما فيهوش اصفار،
ايه ده اللي هنتكلم عليه النهارده. الصوره الاسيه في حالتين، ركزوا معايا، في حالتين عشان تحول اي رقم في الصوره الاسيه. الرقم اللي يجي لك مفهوش زي ده كده، مفهوش علامه عشريه، مفهوش نقطه، سميها زي ما تسميها، مفيش نقطه، مفيش علامه عشريه. لو الرقم مفهوش علامه عشريه يبقى لازم يجيب لك رقم فيه صفار، لازم الرقم يكون فيه صفار. واحد يقول لي ممكن يجيب لي رقم غير صفار؟ لا ما ينفعش. لو الرقم مفهوش نقطه مفهوش علامه عشريه يبقى الحل ايه؟ الحل زي ما انا عملت كده، هيبقى فيه صفار، لازم يكون فيه صفار، لازم يكون فيه صفار، لازم فيه صفار لوحدها كده. ايه الحل؟ اللي انا قلته المحاضره اللي فاتت، تاخد الرقم بدون الاصفار وتضرب في 10 قص عدد الاصفار. تاخد الرقم بدون الاصفار تضرب في 10 قص عدد الاصفار اللي انت حذفتها. ده في حاله الرقم مفهوش علامه عشريه. لكن في حاله تانية، لو الرقم فيه علامه عشريه زي دي كده، رقم اهو بس في النص كده علامه عشريه، لو الرقم اللي جالك انت الاول تبص على الرقم اللي موجود اللي هتحوله ده في علامه عشريه ولا ما فيش. لو الرقم فيه علامه عشريه لا، يبقى الموضوع هيبقى مختلف. ايه ده؟ مفيش اصفار ومش اصفار؟ لا، الحل هيبقى مختلف شويه، هيبقى فيه اختلاف شويه. ايه هو بقى؟ قال لك لو الرقم فيه علامه عشريه فالتحويل كالاتي، بتحذف بس العلامه العشريه، ما بتحذفش اي حاجه، حتى لو فيه اصفار ما بتحذفهاش، بتحذف بس العلامه العشريه، بتحذف العلامه العشريه، يعني تقول 2 3 1 وتنزل الرقم كله، ما تحذفش حاجه، تحذف بس العلامة العشرية، 0 1 3 0 0 1 0 1 3 خلاص. في 10 برضو، في 10 في 10 برضو برضو يعني انت لما يجي لك رقم فيه نقطة علامة عشرية تحذف النقطة بس وتنزل الرقم كله وتضرب في 10 ماشي. ايه بقى؟ قس عدد الأرقام اللي انت او مش حذفتها طبعا، قس عدد الأرقام اللي على يمين العلامة العشرية. في كم رقم على يمين العلامه العشريه؟ يعني في كم رقم على 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قص سالب 9. ايه ده؟ سالب 9. في الرقم العشري القس بيبقى بالسالب، في الرقم اللي فيه علامه عشريه ده او في نقطه القس بالسالب. تاني يا شباب عشان افهمها لكم، دي الحاله الثانيه اهو. لو جالك حالة تانية زي كده 2 3 1، وانا قلت نفس الرقم عشان بس ما تفتكرش نفس الرقم. لو جالك كده 7 5 3 نقطة 2 4 5 ان شاء الله ما فيش اصفار، رقم اهو ما فيهوش اصفار، بس في حاجة ركزوا معايا. قلت اهو الاول اقول لك حول الرقم لصورة أسية، تعمل ايه؟ تبص للرقم، هل الرقم فيه علامة عشرية ولا مفيش علامة عشرية؟ لأن لو مفيش علامة عشرية هتعمل الطريقة اللي فاتت دي، هتحذف الرقم، سوري هتحذف الاصفار وتسيب الرقم. هقول الحالتين دلوقتي في مسألة جاية، لكن دلوقتي الرقم فيه علامة عشرية، الحالة بتاعت النهاردة، لو الرقم فيه علامة عشرية، لو الرقم فيه علامة عشرية الحل كالآتي، لو الرقم فيه علامة عشرية الحل كالآتي، بتحذف بس العلامة العشرية، بتنزل الرقم كله ما بتحذفش حاجة منه، بتحذف النقطة. يعني نزل الرقم كده اقول 7 5 3 2 4 5 في 10، في 10 ثابتة في الحالتين، يعني في 10 ضرب 10 دي ثابتة. قس هنا بقى، وبقى قس ايه؟ في العلامة العشرية بيبقى قس عدد الخانات اللي بعد العلامة العشرية، في كم خانة بعد العلامة العشرية؟ 1 2 3 قس سالب 3. الأس العلامة العشرية بيبقى سالب، أس سالب 3. تاني أهو، تاني يا شباب لو ما فهمش يركز معايا أهو المسألة دي. تاني لو جالك كده بتفهم، فهم المسائل دايما بتتفهم بالمسائل يجي يقول لك كده خلاص، رقم زي كده 2 7 مثلا نقطة 0 0 0 3 5 خلاص كده. أعمل إيه؟ أو يقول لك حول الرقم ده لصورة أسية، تعمل الآتي، تعمل إيه؟ تبص هل الرقم فيه نقطة؟ فيه علامة عشرية ولا لأ؟ ده اللي هيختلف في الطريقة، طريقة الحل بتختلف. لو الرقم فيه نقطة فيه طريقة، لو مفيش فيه طريقة تانية.
لو الرقم فيه علامة عشرية الراجل بيقول لك لو الرقم فيه علامة عشرية طريقة الحل كالآتي: بتنزل الرقم كله اهو، بتحذف بس العلامة العشرية. لو الرقم فيه علامة عشرية ما بتحذفش غير العلامة العشرية بس، بتنزل الرقم كله كل حاجة في الرقم بتنزل، بتحذف بس العلامة العشرية وتضرب في 10. في عشرة أس هنا بقى في 10 ايه؟ أس عدد الخانات في العلامة العشرية، أس عدد الخانات اللي بعد العلامة العشرية. في كم خانة بعد العلامة العشرية؟ بعد النقطة 1 2 3 4 5. أس سالب 5 العلامة العشرية الأس بالسالب، افتكرها، العلامة العشرية الأس بالسالب، العلامة العشرية الأس بالسالب. تاني جالك رقم زي ده كده مثلا، ثانية واحدة يا شباب بس معلش. يا شباب معلش نرجع تاني. زي ما قلت دلوقتي لو جالك رقم زي ده او رقم زي اللي انا هقوله ده، ده اعمل ايه؟ تعمل ايه لو جالك رقم زي دوت؟ ايوه يا شباب، لا انا كنت قافل الصوت، قلت ثواني ركزوا معايا، الصوت رجع تاني اهو خلاص. المهم لو جالك رقم زي ده اعمل ايه؟ قلت لو يقول لك حول الصورة الأسية، لما تيجي يجيب لك رقم زي ده يقول لك حول الصورة الأسية. سيستم الشيرنج، الشيرنج مقفول كده شغال. اه ركزوا معايا، لو جه قال لك رقم زي ده وقال لك حول الصورة الأسية تعمل ايه؟ تبص الأول هل الرقم ده فيه علامة عشرية ولا ما فيهوش علامة عشرية؟ لو الرقم فيه علامة عشرية يعني نقطة، فيه نقطة، تعمل ايه؟ الحل بيبقى ازاي؟ تحذف النقطة بس وتنزل الرقم كله، حتى لو في صفار، حتى لو في صفار، لو الرقم فيه علامة عشرية الموضوع يختلف، نزل الرقم كله حتى لو في صفار. اهو 7 0، تحذف بس العلامة العشرية، تحذف النقطة، سوري دي غلط. اهو 2 0، نزله كله، نزل كل الرقم في 10. أس عدد الخانات اللي بعد العلامة العشرية، فيه كم خانة؟ 1 2 3 4 5. أس سالب 5، أس عدد الخانات اللي على اليمين أو بعد العلامة العشرية بالسالب، في حالة العلامة العشرية بالسالب. اللي ما فهمش هربط الحالتين مع بعض، أهو هربط الحالتين مع بعض. إيه ده الحالتين مع بعض بتاعت المرة اللي فاتت والمرة دي؟ خلاص يجي يقول لك كده، يجيب لك مسألة زي كده. تاني انت حسب المسألة، يجي يجيب لك مسألة زي دي. لو جاب لك مسألة زي دي يا شباب اعمل ايه؟ هل تبص الاول للرقم اللي انت عايز تحوله للصورة أسية ده، هل في علامة عشرية ولا ما فيش؟ هل في نقطة ولا ما فيش؟ هنا الرقم ده ما فيهوش نقطة، ما فيهوش علامة عشرية، بدل ما فيهوش علامة عشرية وما فيهوش نقطة، تعمل الطريقة الأولانية. ايه هي؟ باخد الرقم واحذف الاصفار. لازم واحد يقول لي لازم يبقى في صفار، بدل ما فيهوش علامه عشريه لازم يكون في صفار، بدل ما فيهوش علامه عشريه اخد الرقم اللي موجود، يعني مثلا موجود 3 اهو في 10 احذف الاصفار، لما ما فيهوش علامه عشريه احذف الاصفار واخد الرقم بس وفي 10 الرقم في 10. قص عدد الاصفار اللي انت حذفتها، في كام صفر؟ 1 2 3 4 5. قص 5 هنا القص بالموجب، هنا القص عادي زي ما هو. تاني اهو مسألة زي دي، اعمل كذا مسألة برضو، تاني اعمل كذا مسألة كده في الحالتين من دي وعلين ده علي عشان الناس تثبت عندها الايه المعلومة. تمام، يجي يقول لك كده خلاص، رقم 9 يجي يقول لك 2
اثنين ثلاثة واحد صفر صفر صفر. تمام. ايه ده؟ اخد في علامة عشرية ولا مفيش؟ في علامة عشرية؟ مفيش. مفيش نقطة، مفيش نقطة، يبقى الحل اخد الرقم واحذف الاصفار، لازم يكون في اصفار. بدل مفيش نقطة مفيش علامة عشرية، لازم الرقم يكون في اصفار، لازم عشان تحوله صوص يلوه بيه، لازم يديك رقم في اصفار. اثنين ثلاثة واحد، اخد الرقم واحذف الاصفار. خلاص. في عشرة، في عشرة دي ثابتة، في عشرة. قص عدد الاصفار اللي انت حذفتها. انا حذفت كام صفر؟ واحد اثنين ثلاثة. قص ثلاثة هنا بالموجب، هنا القص بالموجب. يعني تاني اهو مسألة كمان، اقعد بديكم مسائل كده اهو، مسألة كمان. اثنين سبعة ثلاثة علامة عشرية زيرو زيرو واحد خمسة مثلا اهو كده. ايه ده؟ عايز احول ده لصورة قصية، ابص للرقم هل في نقطة، هل في علامة عشرية ولا مفيش؟ في نقطة. بدل في نقطة احذف النقطة بس، احذف النقطة بس، ما حذفش حاجة غير العلامة العشرية. بدل في علامة عشرية الحل كده، ده بقى الحل كده، نزل الرقم كله ما تحذفش حاجة غير النقطة. 2 7 3 0 0 1 5 في 10 برضو. بس المرة دي قص عدد الخانات اللي بعد العلامة العشرية بالسالب، بالسالب. في كم علامة؟ في قصدي كم رقم؟ 1 2 3 4. قص سالب 4، قص سالب 10، قص سالب 4. تاني وفي الإفادة، إفادة المسائل هي اللي بتفهم دايما الناس. جالك مسألة زي دي، طبعا انا في مسائل انا بحلها ممكن الناس تكون فاهمة الدرس ده او اخدته قبل كده، فهتقول في حاجة ممكن اعملها في كذا، يعني حاجة معينة طريقة تانية او كده، يعني عايز تعملها اعملها. لكن لو دي عارفها، لو مش عارف قصدي طريقة تانية، او ما خدت مش فاكر، او ما خدتش الموضوع ده في حتة تانية، اعمل اللي انا بقول لك عليه بس صح. خلاص. ادي الرقم ده انا عايز احوله للصورة الاسية، في علامة عشرية ولا مفيش؟ في علامة عشرية ولا مفيش؟ في علامة عشرية اهي، في نقطة. بدل في نقطة خلاص، يبقى تاخد تنزل الرقم كله وتشيل الصفر، تشيل النقطة، تشيل، تحط الرقم كله بالاصفار اللي فيه. واحد يقول لي ممكن احذف الاصفار اللي نصفه دلوقتي، هعمل اقول حاجة دلوقتي 1 2 3 في 5 اصفار انزلهم، يعني انزل الرقم كله واحذف الايه؟ العلامة العشرية. لو في علامة عشرية بنزل الرقم كله وبحذف بس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بتنزل الرقم كله وتحذف النقطة، تحذف النقطة العلامة العشرية وأضرب في 10. قص عدد الخانات اللي بعد العلامة العشرية بالسالب، في كام خانة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، قص سالب ستة. واحد يقول لي طب ممكن هنا في الحالة دي أحذف الأصفار ديت عشان على اليسار؟ ممكن، بس طبعا ما لكش دعوه، لو ما عرف ما تعرفش ايه السبب في الموضوع ده، نزل زي ما هو، نزل الرقم زي ما هو. تاني هجيب مساله تانيه للحاله اللي قبلها لو جالك كده. لو جالك كده اعمل ايه؟ هل هنا في علامه عشريه ولا ما فيش علامه عشريه؟ ما فيش علامه عشريه، بدل ما فيش علامه عشريه هنزل الرقم واحذف الاصفار. لكن لو في علامه عشريه احذف بس العلامة العشرية وانزل الرقم كله. خلاص. هنا لا، بنزل الرقم واحذف الاصفار واضرب 10، في الحالتين بتضرب في 10. بس هنا العشرة هتبقى، هنا بتبقى العشرة اس السالب عدد الخانات اللي بعد العلامة، لكن هنا العشرة بتبقى اس عدد الاصفار اللي انت حذفتها بالموجب، يعني زي ما هي 1 2 3 4 5 6 اس 6. دي الحالة بتاعت العلامة العشرية، ودي حالة بتاعت من غير علامة عشرية. دي الحالتين الخاصين بالتحويل أي رقم أيا كان، رقم عشري أو رقم عادي في صفار، إلى صورة أسية. خلاص. إزاي أحول رقم عشري خلاص أو يعني في علامة عشرية أو عادي في صفار إلى صورة أسية؟ ده درس
النهارده شباب طبعا هوقف التسجيل وبعدين هسأل الناس في التسجيل.